يسعد صباحك، رمضان كريم، ونحن مبسوطين انك موجوده معنا. يسعد صباحك زينب، يسعد صباحك ليا ولكل متابعي قناه الاخباريه، كل عام وانتم بالف خير، رمضان كريم على الجميع يا رب. اهلا وسهلا فيكي يا ايناس. ايناس، يمكن شفنا لمحه عن مسيره هي صغيره ولكن اثرت بقلوب كثير من الناس. يمكن واثرتوا فيني كمان بالتقرير، كثير حلو ذكرناكي بقصص. اكيد يمكن صوت لطيف وخفيف وبيدخل عقلوب الناس بسرعة. خلينا نحكي يمكن شو سر هالقربة من الناس، شو سر انه يمكن قربك من الناس اكتر؟ هلأ انا بقول يعني الحمد لله، هي نعمة صارت انه الواحد يضل على طبيعته هالايام، لانه صار قليل تشوفي العفوية او هيك الطبيعية بالتعامل، صرنا كتير عم بنشوف هيك التصنع الوجوه الكتيرة يعني خلينا نقول. بس بجوز السر اني دايما على طبيعتي ومثل ما بحب الناس يعاملوني بتعامل معهم اكيد، ف ان شاء الله اكون هيك عن جد اني قريبة من الناس مثل ما عم بتقولوا. اكيد. خلينا نبدا لك أن ايناس من اخر اغنية عمر تاني اطلقتيها، صاروا 3 اغاني سجلتيهم، هل عم تفكري انك اربع اغاني، هل تفكري تكمليهم لالبوم؟ ان شاء الله اكيد بتمنى، يعني هلا صاروا بيعملوا البوم يعني هيك الاغنيات اللي نزلتهم تقريبا، بس هيك خطوة الألبوم بدها دراسة أكبر وأشمل، وبحب يكون فعلا هيك ألبوم يعني منتقى بطريقة مدروسة وبعناية وبتأني مثل أي خطوة يعني بقوم فيها. أكيد هلأ فكرة الألبوم صعب أكيد، لأنه إنتاجي خاص ولحالي يا حرام مثل كل الفنانين الشباب بسوريا، يعني عم نسعى دايما نكون موجودين، بس بالنسبة لي على قدي يعني الخطوات عم تكون بعيدة شوي عن بعضها، بس الحمد لله عم بسعى دايما انه كل خطوة تثبت حالها وتنقلني للخطوة اللي بعدها هيك بسلام. إيناس، يمكن كان في لك العديد من النشاطات السابقة، منهم جولات بالمحافظات غير طرح أغنياتك، كان كمان لك مشاركات عديدة بمهرجان إن كانت بالشام ببلودان وأيضا بالمحافظات السورية. خلينا شوي نحكي مع بعض لمحة عن هالنشاطات يلي عملتيها السنة 2017. هاي القصص كتير كنت مبسوطة فيها، انه يعني مثل ما كنت عم تتفضلي ليها انه عم بسعى دايما نكون قريبة من الناس اكتر، لانه متعودين دايما يشوفوني بالشام على مسرح دار الاوبرا، فكتير ناس كتير محبين ومتابعين بيحبوا يكونوا معنا بس ما بيقدروا بحكم المسافة او البعد او الظروف او، فحبيت يعني من خلال عدة حفلات نكون عن طريق وزارة الثقافة وبالتعاون كمان مع شركة همسات نيوز اللي كتير سعيدة بالتعامل معهم وبوجه لهم تحية أكيد. كان في أكثر من نشاط من فترة لهلأ، بإن كان بحمص أو بطرطوس بالسويدة ببلودان، كان مهرجان رجعين يا هوا، كنت سعيدة كتير بأنه نحن أول حفل بيكون من بعد هيك عودة الأمن والأمان، ويا رب هيك على مساحة سوريا كلها ترجع النشاطات ويرجع الفرح، لأنه نحن يعني شعب ذواق وتواق للثقافة والموسيقى دائما والفن بأنواعه، واشتقنا يعني اشتقنا كثير، ما بيلبق لنا غير الفرح دائما. أكيد إيناس، ما أنه نحن شعب ذواق للفن نحن كمان ذواقين وبدنا نسمع صوتك، والمشاهدين كمان بدهم إياك تصرحي عليهم إذا بنسمع مقطع أنت بتختاريه أو إذا بدك من شيء جديد يعني. هلا ممكن نقول شيء من اغنيتي اكيد عمر تاني، بما انه حكينا عنها. عمر تاني هي من كلمات جولي عيسى والحان هادي كريم وتوزيع هادي كريم. كتير حبيتها هاي الأغنية وحبيت ردة الفعل عليها رغم أنه بفترة قصيرة يعني هيك نزلناها، ف إن شاء الله كمان هلا يحبوها اللي حيسمعوها. ما بيعبر عن حبك كلامي وما بتكفي قيامي، بدي عمر تاني كل الدنيا
شو بتسوى بدونك لو ما بشوفها بعيونك ما بعيش ثواني ما بيعبر عن حبك كلامي ما بتكفي ايامي بدي عمر تاني كل الدنيا شو بتسوى بدونك لو ما بشوفها بعيونك ما بعيشها ثواني انا بندر عمري تضلك هون حدي بقربي مالي هالكون قلبك انا انساني تيبقى عنواني لو مرق زماني وعمري كله هون قلبك انا انساني تيبقى لو مرق زماني عمري كله هون. الله شكرا. سلام هالصوت إناس. إناس خلينا شوية نروح على الحفلات يلي عم تقومي فيها ونحكي أكثر بتفاصيل اختيارك للأغاني شغل قبل أو خلينا نقول الكواليس تبع الحفلات يلي بتأديها. يمكن كل مرة لازم تطلعي بستايل مختلف أو بأغاني تأديها إن كانت من أغانيك أو من أغاني حدا بحب تحبيه يعني أو بيعني لك. خلينا نحكي على أي أساس بتختاريها ومن نجاح لنجاح هاي المسؤولية قديش يمكن بتخليك دايما تكوني حذرة بانتقاء أغانيك؟ طبعا هلأ أنا صار يعني معروف عني ببرامج الحفلات أنه لازم يكون في هذا التنوع والخلط هيك بين القديم الجديد إن كان من أغنياتي الجديدة أو أغنيات فيما بحب خلي جيل الشباب هيك جيلنا يعني يتعود على سماع ويحبها كمان بجوز لأنه أنا بحب اللون الطربي وربيت عليه وبعرف قيمته وقيمة الأغنيات القديمة وهداك الزمن الجميل اللي دايما بنفقد له وبنشتاق له وبجوز كمان لنوه للكتاب أو للي بيحبوا يبعثوا لي أغاني أو يكتبوا لي أو يعني يعرفوا النمط اللي أنا بحبه إن كان بالكلمة اللي بقولها يعني أوقات كتير بحاول اختار أغنيات أوكي طربية وقديمة بس إذا جددناها هلأ كتير بتلاقي صدى صح. وبتكون قريبة يعني من الكلمة من لحن قريب يعني أنا كتير بحب الكلمة تكون بسيطة وسلسة ومفهومة وبنفس الوقت يكون اللحن فيه يعني مدروس فيه جملة موسيقية تعلق ويكون يعني دور الموسيقى واضح بالشغل. انتوا كلكم هيك خريجين المعهد لازم الاكاديميه تبين بتفاصيل يعني وبنفس الوقت انه تكون قريبه اكيد من جيلنا ومن الوقت اللي نحن فيه اكيد إناس فان شاء الله نكون دائما عم ننجح بهذا الشيء اكيد ان شاء الله. بما انه عم نحكي عن الاغنيه الطربيه نحن رح نشوف هالكليب ونرجع نتابع حديثنا. اوكي يلا. شهور وانتي حملتيني وبعد تعبت كتير تعجبتيني وعذبتك كتير يا تربيني وضاعت الترباية فيني يا روح يا روح يا ست الحبايب يا ست الحنايا يا مو
يعني شفنا أغنية يامو يلي حضرتك جددتيها واللي هي للأستاذ دوريد لحام الكبير، أكيد نوجه له تحية كثير كبيرة. إن شاء الله رمضان كريم ينعاد عليه وعلى عائلته بألف ألف خير إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. إناسة يعني بتفكري بألبوم تجديد أغاني قديمة أو قديش يمكن بخصك هيك؟ من شوي كنا عم نحكي عن الأغاني الطربية، ولكن بتفكري بإطلاق ألبوم؟ هلا ممكن يعني، او يعني حفله من هيك تكون تجميع من الحفلات اللي بقدمها، انه نختار اجمل الاغنيات اللي حبوها الناس مني، ممكن انه ارجع جددهم، لانه لما عم بختار عم بكون يعني فعلا دارسه يعني هيك انتقائي تماما للاغنيه اللي بدي اقدمها، وبعرف تماما بكون مراهنه انه العالم رح تحبها والشباب قبل الكبار انه يسالوا عنها، يعني بضل بحاول هيك حركش ونبش على القديم الجديد يعني. وتعقيبا على كلمه كليب، يعني انا كثير هيك بنبسط لما بشوف انه انا محاولات، انا ما بعتبرهم كليب يعني كليبات نزلتهم، انه بعتبرهم محاولات لايصال الاغنيه بطريقه يعني كمان يعني أسرع ممكن من خلال الصورة. ولهيك يعني بدي أتشكر كل الكادر اللي دايماً بيشتغل معي، والأشخاص اللي بيساعدوني وبيدعموني، إن كان على مستوى الصورة أو على مستوى اللحن والكلمة، يعني نحن هيك جروب دايماً عم نشتغل سوا وأفكاركم سوا ونجاحكم تماماً سوا. أكثر حدا هيك بتعبون يعني باستوديو إم جي بطرطوس، بوجه لهم تحية كمان، دايماً رافقيني كان بالصوره او بالفيديو او أكيد. باي نشاط بدنا نساويه اكيد. بس يمكن كمان علقتي على كلمه كليب وانبسطتي فيها، بس هلا يمكن نحن بعصر السرعه، مواقع أكيد. التواصل الاجتماعي، يمكن اذا بتصوري على الموبايل اي فيديو بتنزليه بياخذ عدد مشاهدات على اليوتيوب. اكيد، بس ما فينا نعتبره هذا الكليب اللي انت بتفكري انه عن جد تقدميه بالصوره البيرفكت يعني، والهيك اللي لازم انه تنزل يعني، اللي بتقدم مثل ما الأغنية ككلمة وكلحن وكتنفيذ كتير عم بتعب لأنه ما أكون مقصرة عليها بشي رغم الإمكانيات المتواضعة اللي عم ننفذ فيها يعني، بس قدر الإمكان بحب لما بدي نزل عمل أنه أكون رضيانة كتنفيذ موسيقى وهيك. فكمان يعني على مستوى الصورة المفروض لما بدي أفكر نزل كليب بيكون كمان مدروس وعلى مستوى وجودة عالية أكيد يعني بكل شيء إن شاء الله يا رب. إناس خلينا نرجع شوي لقبل ونحكي عن مشاركتك بـ The Voice. يمكن أنت بتقولي أنه كمان هو بياخد أكثر ما بيعطي البرنامج، خلينا ما في شيء بياخد مني، اللي بيكون يعني المتصالح مع حاله بيعرف حاله كيف ممكن يكون وكيف ممكن يصير ودارس كل خطوة، ما بظن في شيء كتير يعني هيك بيكون كبير بيتغير يعني. هلأ أكيد البرنامج تجربة كتير حلوة وهيك بحسها هيك مثل الحلم مرقت يعني، وبحبها لأنه قربتني من الناس أكثر وعلى يعني بشمولية أوسع، خلينا نقول على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى بلدي يعني، رغم كل الـ يعني الخطوات اللي كنت عاملتها قبل البرنامج بالبلد يعني، بس ما كنت أكيد واصلة يعني شو بيقولوا بهالشمولية يعني خلينا نقول. فأكيد البرنامج هو كتير مهم على صعيد الانتشار، ما بعتبر أخذ مني شيء، لأنه من بعد البرنامج كفيت يعني طريقي من محل ما وقفت، ضليت مثل ما أنا يعني على طبيعتي مثل ما الناس بتعرفني، وعم بشتغل خطوة بخطوة. كنت بجوز متأملة أكثر أنه الدعم أو التبني من شركة إنتاج مثلاً أو هيك، ما صار هذا الشيء. يمكن يابكم تكونوا احتكار يا أما تماماً بلا. الشروط كتير عم تكون صعبة، غير قصص النصب، غير قصص اللي ما لنا متعودين عليها، ما يعني ينحكى بقصص ما تصير، تنوهمي بكتير قصص حلوة ما تصير. فدايماً اللي يعني بيعرف شو
شو عم يشتغل، وخاصة انه انا دارسة ويعني واصلة لمرحلة معينة بقدر اني كفي منها، بس في كتير شباب قعدت بالبيت ما قدرت تكمل يعني من بعد هاي البرامج. فلهيك انا بنصح اي حدا بده يقدم على هيك مشاركة يكون فعلا دارس ومؤسس لحاله صح قبل ما يقدم على هيك خطوة، كرمال ما يتفاجأ بعد المشاركة. يعني إناسة بدنا نسمع منك شيء، شو بتختار لنا؟ أكيد هلا أنا رح أقول أغنية أنا كتير بحبها وموال كتير بحبه لفنان كبير يعني بحبه كتير، بدي أقول له نورت الشام بوجوده عنا، لأنه هو على قد ما بحب سوريا سوريا بتحبه، الفنان الكبير مروان محفوظ. هلا كمان عم يشوفنا، نقول له صباح الخير، رمضان صباح كريم، ناطرينه عنا كمان أكيد، بنتمنى لأنه يعني حدا بهالكم من الوفا ومن الأصالة ومن هذا الزمن اللي نعتز فيه، أكيد بهمنا نحن كجيل شباب دايما نقتدي بهدول الكبار، يعني شوفي كيف يحكوا دايما عن الوفا، عن كيف بيقدروا كل محبة وهيك، هذا شيء بيعلمنا أكيد يعني. صحيح. دهنا يا وطن بالشوق غالي، دهنا يا وطن بالشوق غالي، الحنين مكسر وبالصدر غالي، ومهما مهما يكون حب الهجر غالي، إذا ترابك نده نحن الجوايب، هلي 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 يا واي، غالي غالي يا وطني الغالي، مزنر خصرك بقمار عالي عالي، يا جبين العالي كلل بسيوف الغار، غالي غالي يا وطني الغالي، مزنر خصرك بقمار عالي عالي، يا جبين العالي كلل بسيوف الغار، تندهن وفاتح بابك يا باب العيد، وكتاب الحب كتابك يكبر ويزيد، والشوق اللي بترابك لما يعود غيابك، والشوق اللي بترابك لما يعود غيابك، صبايا والخيالي ترقص داير من دار عالي عالي، يا جبين العالي كلل بسيوف الغار. سلام على الصوت. سلام صوتك. هو دائما الغني الصبح هيك بيكون شوي الطبقات عم نختارها اوطى مشان رياحتنا. يعني انا ما بفيق بكير كرمال حدا على فكره. ميرسي كرمال. شكرا إناس. تسلمي. إناس خلينا نحكي عن مشاركتك بالاوبيريت يلي صار شموع العطاء. هذا المهرجان كتير حبيته، الأوبيريت كتير كان يعني حلو قريب، لأنه يعني دايما متعودين يكون الأوبيريت طويلة ودسمة ما عم تعلق يعني عند الناس. هذا الأوبيريت كان مدته قصيرة، والمشاركين فيه المغنيين كلهم من الفنانين الشباب اللي عملوا بصمتهم كمان بسوريا وبقيوا بالبلد. فكانت هيك لفتة حلوة من شركة همسات نيوز انه جمعتنا بمهرجان كبير، كان كمان من يعني كتنظيم وعلى مستوى المهرجانات انه اللي عم تصير كان كتير مرتب، وانا حبيت المشاركة فيه، وعلى مسرح دار الأوبرا يلي هذا المسرح اللي كتير بيعني لي اكيد وبنتمي له، فكانت مشاركة كتير حلوة. وإن شاء الله يعني هو كان إطلاق للأوبيريت لكن لسه ما نزل وسمعوا الناس. إن شاء الله هيك بنتأمل من الشركة ما يطولوا علينا، إن شاء الله. لأنه صورناه كمان كليب
هيك في يعني من خلال فيلم قصير اخراج استاذ يزن انزور، كمان نوجه لهم تحيه، واستاذ عبد الرحيم الماني اكيد نقول لهم صباح الخير، كل عام وهن بخير. ايناس اكيد نحن ناطرين كل شيء جديد وناطرين الالبوم يلي رح تجددي فيه اكيد ان شاء الله يا رب. موفقه بكل اعمالك وبكل حفلاتك، وشكرا لحضورك، وان شاء الله كي رمضان كريم وينعاد عليك يا رب. شكرا ليا وشكرا زينب، بنبسط دائما لما بكون معكم وبشتاق لكم، لهيك بحب اشوفكم دائما منورين دائما. شكرا لقناه الاخباريه السوريه، ورمضان كريم وكل عيد وكل اللي عم يشوفونا تبقوا بالف خير يا رب. اكيد شكرا لوجودك معنا.